حقيقة لكل متحدث ولجواب الحكومة كاين جوج ديال الأسئلة، جوج ديال الفروق. سنأمل أن تكون وحدة الموضوع حاضرة. وسؤال الكلمة الأولى لفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية، تفضل سيد نائب. كان السيد رئيس، السيد وزير الدولة المحترم، صحيح أن بلادنا بفضل توفيق الله تعالى وتوجيهات السيدة جلالة الملك تمكنت من تجاوز والتحكم في عدد كبير من الآثار ديال جائحة كورونا، أو في طور تحقيق ذلك بإذن الله. وصحيح أن تحقيق التوازن بين إعادة تشغيل عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتضررة والتحكم في تطور الوضعية الوبائية هو واحد الأمر جد معقد، لكن وضعية عدد من المهن والحرف الأكثر تضرراً تستدعي أن ننتبه اليوم إلى حجم الصعوبة التي تعيشها كقطاعات الحمامات التقليدية الشعبية. هذا القطاع هو في الحقيقة يعتبر أحد أساسيات الحياة اليومية للمواطن المغربي في الأحياء الشعبية، بل ويدخل في صلب الثقافة ديالنا، فضلاً على أن الفئة التي تشتغل فيها هذه الحمامات والتي تقدر بالالاف هي فئه هشه تشتغل الاغلبيه الساحقه منها في ظروف انسانيه ومهنيه صعبه وخارج منظومه التغطيه الاجتماعيه دون اي التفاته تذكر كما كان الشان بالنسبه لعدم القطاعات الكبيره والمحدوده. سيد وزير الدوله المحترم، كثير من المواطنين والمواطنات لا يستوعبون كيف يستمر اغلاق هذه الحمامات الشعبيه اللي كتعتبر اماكن ديال النظافه والوقايه، الماء والصابون، في الوقت اللي كيتلاحظ استمرار مظاهر التدكس وغياب ديال التباعد الجسدي في عدد من المرافق الاخرى. ونحن تنتيروا هذا الموضوع وتنسلطوا الضوء على هذه الفئه الهشه اللي تيكسبوا الرزق ديالو من هذه الحمامات. وحاجه المواطنات والمواطنين لهذا المرفق الهام، ناكدوا ان فتح الحمامات الشعبيه امر ممكن وفقا لكافه الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه بطاقه استيعابيه معقوله 10 ب 10 5 واحد بواحد. ولكن في انتظار هذا القرار نوجه حكومتكم الى الالتفات لهذه الفئه التي حكم عليها بالعطاله القسريه لاشهر طويله مما تجعلهم عرضه لظروف اجتماعيه قاهره وفوق الطاقه البشريه. وشكرا. شكرا، شكرا سيدنا المحترم. المتحدث الثاني عن الفريق الاشتراكي، تفضل سيد الرئيس. في نفس السياق سيد وزير الدوله المحترم، التداعيات ديال جائحه كورونا على العديد من القطاعات الخدماتيه عندها اثار ماديه واجتماعيه وخيمه على واحد المجموعه ديال الفئات، من ضمنهم هاد العاملين في الحمامات الشعبيه، الحمامات التقليديه والرشاشات. حنا كنتفهموا الوضعيه الوبائيه بطبيعه الحال، لكن في نفس الوقت ما لا نتفهمه كفريق اشتراكي هو واحد النوع ديال اللخبطه اذا صح التعبير في اتخاذ القرارات ديال الاغلاق ديال هذه الحمامات، وعدم يعني طرح الاسباب الحقيقيه ديال الاغلاق ديالها دون واحد المجموعه ديال الاماكن اللي كيكون فيها تجمعات بشريه وما الى ذلك. بل اكثر من ذلك هو انك تسد الحمامات احيانا داخل المدينه الواحده ولا بين مدن متقاربه، نقولوا رباط سلا تمارا، يتسد في رباط ويطلعوا الناس ديال سلا، الناس رباط يهودون سلا يمشيو للحمام سلا، ولا من قنيطره يطلعوا سلا. شنو هو الهدف المتوخم من الاغلاق ديال هذه الحمامات؟ هذا خصنا نقدموا فيه جواب. ثم الاثار ديالو ليس فقط على مئات الالاف اللي كيشتغلوا فيه اللي هما من الفئات الهشه، ولكن كذلك حتى على المواطنات والمواطنين اللي هذاك هو الملاذ ديالهم من اجل الاستحمام. راه ماشي المغاربه كاملين عندهم الدش في الدار، راه كاين اللي كيحاول على انه الا بغى يدوش خصو يسخن شويه الماء ويمشي يدوش به وما يلقاش فاين، لان كاينه بعض الشقق وكاينه بعض الدور في المدن القديمه ومن ذلك تلقى مجموعه ديال الاسر في دار واحده. خص التفكير في هؤلاء، هذاك راه عنده متنفس اسبوعي كيمشي الانسان يستحم، وخاصه في فصل الشتاء وخاصه مع الاطفال الصغار، راه الاسر تعاني. ما يبقاش الانسان، ما يبقاش المسؤولين، انا اقولها بكل وضوح، يتخذون قرارات احيانا تتسم بالعشوائيه. اذا كانت عامه ملي جينا تحدثنا على السينمات، سدوا السينمات كاملين في المغرب، ولكن شنو معنيتها انك تفتحوا في مدينه وتسدوا في مدينه وتفتحوا في جهه في منطقه وتسدوا في منطقه؟ خص تكون واحد. شكرا سيد النائب المحترم. الكلمه للحكومه، تفضلوا سيد وزير الدوله، تفضلوا المنصه الى
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات النائبات، السادة النواب، أتقاسم مع السيد الرئيس والسيد النائب وعموم السيدات والسادة النواب اهتمامهم بهذه الفئة، وكذلك اهتمامهم بموضوع رغبة مجموعة من المواطنين في كثير مجموعات من المواطنين في كثير من المدن في أن يحظوا بظروف تجعلهم قادرين على أن يتمتعوا بما يتمتع به مواطنون آخرون في مناطق مختلفة من الحق في ولوج الحمامات، خاصة الحمامات الشعبية. غير أنه وللحقيقة وكما هو معلوم لديكم، فإن الوباء خلف أوضاعا صعبة عبر العالم، وبالطبع المغرب خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية بالنسبة لعموم المقاولات، وكذلك بالنسبة للفئات الهشة والضعيفة. كما معلوم هو معلوم لديكم أيضا، بذلت المملكة المغربية بشهادة الجميع تحت قيادة جلالة الملك مجهودات كبيرة ومحمودة على صعيد الوقاية والعلاج، وكذا على صعيد حماية المقاولات ومساعدة المتضررين، الشيء الذي خفف بالفعل من وطأة المشاكل التي خلفها الوباء. غير أنه بالرغم من الجهود المبذولة فقد ترتبت عن الوباء أضرار وخسائر خاصة بالنسبة لبعض الفئات الهشة ومنها مستخدمي الحمامات. جدير بالذكر أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتادها، وهو ما جعل لجان القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة لتفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات. وقد بلغ عدد العمالات والأقاليم التي تم إغلاق الحمامات بها 15 من أصل 82 عمالة وإقليم، إذن 15 عمل إقليم من الأصل 82، حيث تبقى إعادة فتحها رهينة بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل اللجان اللي هي مختصة محليا. في انتظار ذلك، هذا الأمر تقرر طبعا من خلال تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، تقرر بعد معاينة التضرر في أواسع من المواطنات والمواطنين من مستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق، ونظرا لعدم توصلهم بأي تعويض لعدم استيفاء الشروط المقيدة ذلك، أن الحكومة خاصة بتوجيه من السيد الرئيس وبالأخص بعمل السيد وزير الداخلية، أن يتم القيام بإحصاء دقيق وشامل لهذه الفئة، أي فئة الناس اللي كيشتغلوا في الحمامات، وذلك أنه من أجل تعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم. وكيظهر لي أن الأمور واضحة، هذه المقارنة بين الحمامات وبين أماكن أخرى يرتادها الناس وكيكون في وضعيات يعني غير ملائمة، هذه وضعيات غير ملائمة مرفوضة من ناحية ديال تدبير الموضوع ديال الجائحة، ولا يمكن مقارنتها بموضوع الحمامات، لأن هذه فضاءات مفتوحة أو حتى لو كانت مغلقة من الواجب فيها استعمال الكمامة، بينما في الحمامات لا يمكن أن تقول الناس يستعملوا يعني الكمامات، مع أن الوضع يعني يتطلب واحد الاحتياط ضروري. إذن الأمر غادي في اتجاه تعويض هاد الناس، وهذا التعويض إن شاء الله سيرى النور، وعسى أن يكون ذلك قريبا بحول الله. شكرا لكم. شكرا سيد وزير الدولة، شكرا.